الدور ديالي في مسلسل جنين هو دور المختار، يعني من واحد من ضمن العائلات المتواجدة في هذا المسلسل هذا. طبيعة الحال هذا المسلسل كيتميز على أن التيمة ديالو هي تيمة مغايرة اللي ما تعودناه وكنا كنشوفوا في مسلسلات اخرى. هذه التيمه هذه على ما اعتقد على انها غادي تلقى واحد الصدى طيب لدى متلقي ولا متفرج. ما بغيتش نحرق المراحل ديال باش نقول لك على الشخصيه، كل ما نقدر نقول على انه واحد الشخصيه ديال واحد رب اسره عنده الزوجه ديالو عنده بنته تيسعى باش يحافظ على هذه الاسره هذه من المشاكل الخارجيه. الاشتغال مع دريس الرخ هو يعني متعة. علاش؟ لأن دريس الرخ كيجمع ما بين الإخراج وما بين التشخيص، فهو أصلا ممثل، كان ممثل. من طبيعة الحال الإنسان اللي كيدوز من هذه المرحلة ديال التمثيل كيكون متشبع ومتشرب يعني بكل ما يتعلق بالمسرح، الخشبة، التشخيص. فيعني التأطير ديالو، التأطير ديال السي دريس الرخ الممثل تيكون في اتجاه صحيح، بمعنى آخر بأنه يجيد إدارة الممثل، وهذا هو الشيء اللي خلاني مرتاح ليه. شيء آخر هو أنه كاين هناك واحد الإضافة نوعية في العمل اللي تهي اللي بغينا نقولوا عطات واحد الزبدة معينة، ألا وهي إشراك واحد مجموعة ديال الرواد مع الشباب، وهاد هاد 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 التزاوج يعني أعطى واحد البوكيد فلور زوين. علاش؟ لانه كنشوفوا يعني اعمار مختلفه، كنشوفوا مدارس مختلفه، كنشوفوا تشخيص مختلف، وبالتالي كاين واحد. واللي عجبني بزاف هو هذا التلاحم اللي كاين ما بين الممثلين في المسلسل. هذه العمليه هذه هي مساله ديال كيفاش يمكن لك تروج العمل. فهاد الدول اللي مثلا قلتي لي هادو ناس يعني سابقيننا يعني بواحد المسافات، يعني ما يمكنش لينا نجي ونقولوا علاش حنا مثلا بحالهم. حاليا كما قلتي كاين على المستوى التقني كاين ابداع، كاين على مستوى الاخراج، كاين على مستوى التشخيص، ولكن خاص هي مساله ديال التسويق. والحمد لله الان على ما اعتقد القنوات اللي كانت هي اجنبيه وكتشتغل في المغرب ابداوا بعض المسلسلات المغربيه كتعرض. من طبيعة الحال الناس تيشوفوها مثلا دابا في الشرق في الخليج إلى آخره. فاللي كاين هو هي مسألة ديال الترويج. ربما الحافز اللي كيقولوا حق اللغة عائق كذا هذا لا أعتقد على أن اللهجة المغربية غتكون عائق، فلو كانت عائق لما استطاع سعد المجرد أنه الأغاني ديالو المغربية باللهجة المغربية تلقى واحد الاكتساح عالمي كبير. فاللهجة ماشي إشكال بالنسبة لي أنا بقدر ما هي مسألة ديال الترويج وكيفية يعني أننا نوصلوا هذا المنتوج ديالنا لباقي الدول الأخرى.